كيف كنت تدير موظفيك والزوار الوصول في المرافق الخاصة بك؟ لا يوفر النظام تفاصيل مثل وجوه شنباء الجن مع أسماء وتفاصيل أخرى. هل لا يزال الحفاظ على السجلات القديمة لإدخال تفاصيل الزوار؟ لا يتذكر حارس الأمن الخاص كل الوجوه والسيارات الذين دخلوا في المرفق الخاص بك. وتركيب كاميرات والقراء الوصول ليحل المشاكل الخاصة بك. لدينا نظام التعرف على الوجه والاعتراف الأشخاص ذوي النظارات والملابس المختلفة، فإنه يوفر لك تفاصيل كاملة عن كل إدخال. التكنولوجيا لدينا هي سهلة التركيب ولا يحتاج إلى صيانة. فإنه يلتقط وجوه في حين أن الناس يسيرون نحو الباب. أنها توفر الأيدي حرية الوصول إلى الباب دون الحاجة بطاقات أو مفتاح. أن يعترف الشخص من مسافة مع الكاميرا. الاعتراف والتقاط وجوه متعددة للوصول السريع. إيصاله تقارير عبر الهاتف النقال مع إمكانية الوصول المباشر في حالات الطوارئ ويوفر التفاصيل حول شاغل المبنى. تنبيهات على القائمة السوداء دخول شخص. مئة بالمئة الاعتراف دقيقة بسرعة. لدينا التكنولوجيا يحمي المباني من الدخول غير المصرح به.